السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة المراجعات اللي بدأناها لسنة تالتة اعدادي الترم التاني، وكنا وقفنا عند محافظة الفيوم. يلا بينا كده نبدأ بيها النهاردة مع بعض. بس قبل ما نبدأ، عاوزك تضغطوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش فيها، وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأولاني، أكمل العبارات الآتية. رقم واحد، يقاس الشغل بوحدة نقط، هنقول له طبعا الشغل وحدة كاسو جول، بينما تقاس كمية الكهرباء بوحدة نقط كمية الكهرباء وحدة كاسها كولوم. عند رقم اتنين، تفاعل الحمض والقلوي ينتج عنه، هنقول له ملح وماء. عندي بعد كده رقم ثلاثة، أثناء التفاعل الكيميائي نقط تركيز المتفاعلات تدريجيا، هنقوله بيقل تركيز المتفاعلات تدريجيا، بينما نقط تركيز النواتج تدريجيا هنقوله بيزيد. يبقى هنا النقط الأولانية يقل والنقط التانية يزيد. رقم أربعة، تفرز الغدة الدرقية هرمونين نقط ونقط. طبعا الغدة الدرقية بتفرز هرمونين اتنين، أول هرمون عندي اللي هو هرمون السيروكسين اللي هو الدرقين، وعندي الهرمون التاني اللي هو اسمه الكالسيتونين. عندي بعد كده رقم خمسة، يستخدم جهاز نقط لقياس شدة التيار الكهربي وتقاس المقاومة بجهاز نقط. طبعا اللي بيقيس شدة التيار اسمه جهاز الأميتر، بينما اللي بيقيس المقاومة اسمه الأميتر. يبقى ركز في الاتنين عشان الاتنين ما يلخبطوكش. أول واحد اسمه الأميتر، ده بتاع شدة التيار، أما الأوميتر ده بتاع المقاومة. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده رقم ب، قارن بين كل من واحد الأكسدة والاختزال في ضوء المفهوم الإلكتروني الحديث من حيث التعريف. هنعرف الأكسدة والاختزال بس حسب المفهوم الإلكتروني الحديث. عملية الأكسدة دي بتحصل للفلزات، الفلزات بتفقد، يبقى إذا هي عملية كيميائية تفقد فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طب الاختزال بيحصل للافلزات، تمام كده؟ اللافلزات دي عامل مؤكسد بيحصل لها عملية اختزال. الاختزال يعني هي بتكتسب إلكترونات، يبقى إذا هي عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طيب عندي بعد كده رقم اتنين، التيار المتردد والتيار المستمر من حيث الشدة، هنقول له التيار المتردد متغير الشدة والاتجاه، بينما التيار المستمر ثابت الشدة والاتجاه. عندي بعد كده رقم تلاتة، هرمون التستوستيرون والبروجسترون من حيث الأهمية. التستوستيرون هنقول له أهميته إظهار الصفات الجنسية الثانوية في الذكور، بينما البروجسترون اكتمال نمو بطنة الرحم. عندي بعد كده رقم جيم، يجي يقول لي احسب كمية الكهرباء المرة في موصل. طبعا هنلخص المسألة دي مع بعض. بص معايا كده، يجي يقول لي احسب كمية الكهرباء المرة، فهنا هو عايز كمية الكهرباء المرة في موصل مقاومته 2200 اوم. الرقم الوحدة اللي بعد الرقم اسمها اوم، يبقى انا عندي ميم بتساوي 2200 لمدة دقيقتين. مديني الزمن، يبقى زين مدولي بدقيقتين، بس انا مش عايزه بالدقيقة يا مستر، انا عايزه بالثانية. يبقى حوله في ثانية، وانا دلوقتي حوله لثانية. هو اسمهم دقيقتين، يبقى الاتنين هضربهم في 60، الاتنين في 60 هيديني 120 ثانية. 120 ثانية، يبقى ده الزمن الجديد اللي انا هشتغل بيه. عند توصيله بمصدر جهد كهربي 220 ايه فولت، فولت ده فرق الجهد، يبقى مديله 220، يبقى جيم مدهولي ب220. جميل، انت عايز ايه يا عم؟ انا عايز كمية الكهرباء، يبقى كاف. انت عايز كاف كاف مش متداهل. طب سهل، انا عندي المتوفر دلوقتي ميم وزين وجيم، انت عايز كمية الكهرباء، يبقى انا هجيب له الاول شدة التيار. هجيب له الاول شدة التيار، انا عندي القانون بتاع المقاومة ميم جيم ت، ماما جدو تيتا، انا عايز ت، يبقى ت بتساوي جيم على ميم. يبقى انا اقول له ت هيساوي جيم على ميم، هيساوي جيم بكام؟ جيم اهي 220 على ميم بكام؟ ميم اهي 2200، نقسم 220 على 2200 هيديني 1/10. 1 من كام؟ 1/10، 1 كاس شدة التيار، اوعى تنسى امبير. طيب انا كده جبته شدة التيار. طيب بعد كده هو عايز لسه كمية الكهرباء. يا مستر انا اصلا لسه ما جبتش طلب، هو عايز كمية الكهرباء. طب ايه القانون اللي فيه كمية الكهرباء ويكون متوفر بياناته؟ عندك تيتا كبرها الزمن، عندك كمية الكهرباء كاف، ت وزين موجودين. ابص كده، انت عندك زين موجودة وت انا لسه مطلع، يبقى الاتنين موجودين، يبقى ده القانون اللي يمشي. يبقى هنا كمية الكهرباء هيساوي ت في زين هيساوي ت بكام؟ ت بمية ت قصدي بكام لسه مطلعها؟ ب1/10 في ابليتنر، ما زي ما هي زين بكام؟ زين فوقها ب120، نضرب 1/10 في 120 اللي هو هيساوي 12. هيساوي كام؟ 12، 1 قياس كمية الكهرباء اوعى تنسى كولوم، يبقى 12 كولوم. يبقى 12 ايه؟ كولوم. تمام، طيب كده بيكون حل المسألة. نكمل مع بعض.
يجي يقول لي السؤال التاني: اكتب المصطلح العلمي رقم 1 المادة الكيميائية التي تغير من سرعة التفاعل دون أن تتغير، ده العامل الحفاز أو العامل المساعد. عندي بعد كده رقم 2 تفاعلات كيميائية يتم فيها عملية تبادل بين شقي أيونات مركبين مختلفين لتكون مركبين جديدين. طالما قال لك شقي مركبين يبقى على طول تفاعلات الإحلال المزدوج. عندي بعد كده رقم 3 الفرد الذي يحمل زوجا متماثلا من الجينات الوراثية سواء كان الزوج الجيني سائد أو متنحي. طالما قال لك زوج متماثل من الجينات الوراثية سواء كان الزوج ده سائد أو متنحي، ده الفرد النقي. الفرد الإيه؟ النقي. طالما قال لي زوج متماثل بقى نقول له على طول الفرد النقي. عندي بعد كده رقم 4 حالة الموصل الكهربية التي نتبين منها انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر، ده اسمه الجهد الكهربي للموصل. عندي بعد كده رقم 5 زيادة أو نقص إفراز أحد الهرمونات نتيجة عمل الغدة المسؤولة عنه بشكل غير طبيعي، ده اسمه الخلل الهرموني. عندي بعد كده السؤال رقم بي يقول لي: لديك المواد الآتية: حمض هيدروكلوريك، نترات الفضة، كلوريد الصوديوم، كربونات الصوديوم. ويجي يقول لي: وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة كيف تحصل منها على 1 راسب أبيض، تاني حاجة غاز يعكر ماء الجرات. بص معايا كده، هنكتب المعادلات مع بعض علشان أحصل على من المواد اللي هو مديها لي ديت على راسب أبيض. مين اللي كان بيديني راسب أبيض؟ مين اللي أقدر أعمله مع بعض ومن فوق يديني راسب أبيض؟ عندك حمض الهيدروكلوريك ونترات الفضة وكلوريد الصوديوم وكربونات الصوديوم. يبقى أنا عندي نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم تديني راسب أبيض. كلوريد الصوديوم اللي هو رمزه يا مستر NaCl، حفظ المعادلات بقى، زائد نترات الفضة اللي هي الفضة اللي هي AG، والنترات دي مجموعة ذرية NO3. هيديني أقسمهم كده، ده شق موجب ده شق سالب، ده شق موجب ده شق سالب. الموجب من هنا ثبته، ثبت الموجب يبقى Na، وياخد السالب من هناك يبقى NO3 اللي هي نترات صوديوم، زائد ثبت الموجب من هنا اللي هو AG، ياخد السالب من هناك اللي هو Cl، وهو ده علامة الراسب، راسب أبيض من كلوريد الفضة، كلوريد الايه؟ الفضة. طيب عندي بعد كده هو عايز غاز يعكر ماء الجراج، برضو من المواد اللي فوق دي، يعني الغاز اللي بيعكر ماء الجراج طبعا معروف هو غاز ثاني اكسيد الكربون. طب عشان اجيب له غاز يعكر ماء الجراج، يبقى انت عندك هنا ملح كربونات الصوديوم هيبقى مع حمض الهيدروكلوريك، مع حمض الايه؟ الهيدروكلوريك. كربونات الصوديوم، الصوديوم اللي هو Na، وعندك الكربونات اللي هي CO3. طيب عندك هنا مجموعة الكربونات دي ثنائية التكافؤ، فهنحط هنا 2 قدام الصوديوم لأن الصوديوم أحادي وهي ثنائية، يبقى Na2CO3 تمام، زائد حمض الهيدروكلوريك اللي هو هيبقى HCl ماشي. طب بص بقى معايا كده، أنا عندي هنا هحط 2 قبل الحمض عشان المعادلة تبقى موزونة، هيديني 2NaCl كلوريد صوديوم زائد H2O مية زائد CO2 ثاني أكسيد الكربون. ده بس ثاني أكسيد الكربون ده بيعكر ماء الجير، بيعكر ماء الإيه؟ الجير الراك. يبقى هنا لما يجي يقول لك غاز يعكر ماء الجير الراك هيبقى غاز ثاني أكسيد الكربون، ماشي، جبناه من المعادلة دي. طيب نكمل مع بعض، يقول لي رقم ج: ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ 1 توقف البنكرياس عن إفراز هرمون الجلوكاجون. طبعا هرمون الجلوكاجون وظيفته انه بيرفع مستوى السكر في الدم لانه بيخلي الكبد يحول الجليكوجين الى سكر جلوكوز مرة اخرى، فلو توقف البنكرياس عن افراز هذا الهرمون يبقى اذا ينخفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم، يبقى نقول له ينخفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم على المستوى الطبيعي. عندي بعد كده رقم 2 استبدال قطعة من الحديد ببرادة حديد لها نفس الكتلة عند تفاعلها مع نفس الحجم من الحمض المخفف. هستبدل قطعة الحديد، شيل قطعة الحديد واحط مكانها برادة حديد، يبقى اذا ايه اللي هيحصل للتفاعل؟ هنقول له تزداد سرعة التفاعل الكيميائي لان سرعة التفاعل بتزيد بزيادة مساحة السطح، ومساحة البرادة أكبر من مساحة القطع. عندي بعد كده رقم 3 زيادة فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته ثابتة في دائرة مغلقة. لما فرق الجهد يزيد بين طرفي موصل المقاومة بتاعته ثابتة في دائرة مغلقة، إيه اللي يحصل؟ قالك هو فرق الجهد بيتناسب طردي مع شدة التيار، يبقى إذا شدة التيار هتزيد، يبقى نقول له يؤدي ذلك إلى زيادة شدة التيار الكهربي. عندي بعد كده السؤال رقم 3 اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1 يحل
الصوديوم محلل الفلزات الآتية في محلل الأملاح ما عدا الصوديوم بيحل محل كل دول إلا واحد، النحاس ولا البوتاسيوم ولا المغنيسيوم ولا الخرسين. الصوديوم يحل محل كل دول إلا البوتاسيوم. ليه؟ لأن البوتاسيوم بيسبق الصوديوم يعني، والصوديوم بيقلل البوتاسيوم. اللي تحت ما يعرفش يطلع اللي فوق، فالصوديوم ما يعرفش يطلع البوتاسيوم، فإذا بيحل محل كل دول إلا هنقوله البوتاسيوم. عندي بعد كده رقم 2 قام مندل بتغطية نقط نبات البازلاء حتى لا يحدث تلقيح خلطي. غطى ايه؟ غطى المياسم. يبقى من ده الغطى ايه؟ غطى المياسم عشان ما يحصلش تلقيح خلطي مرة اخرى. طب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده رقم 3 يحتوي نبات البطاطا على انزيم الاكسيديز الذي يزيد من معدل تفكك محلول النقط. كلوريد الهيدروجين ولا كلوريد الصوديوم ولا فوق اكسيد الهيدروجين ولا كربونات الصوديوم؟ طبعا هو انزيم الاكسيديز بيفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى ماء واكسجين، واذا فوق اكسيد الهيدروجين. عندي بعد كده رقم 4 وحده قياس الاشعاع النووي الممتص هي نقط جول ولا سفرت ولا كلوم ولا امبير؟ طبعا هي السفرت، واللي طبعا الجرعه الامنه للعاملين في الاشعاع ما تزيدش عن 20 ملي سفرت في السنة، أما للجمهور ما تزيدش عن 1 ملي سفرت. عندي بعد كده رقم 5 من أمثلة الخلايا الكهروكيميائية الدينامو ولا العمود الجاف ولا الريستات ولا الفولتمتر؟ طبعا هو يبقى العمود الجاف. عندي بعد كده السؤال رقم ب علل اللي ما يأتي. إصابة بعض الأشخاص بالجويتر البسيط هنقول له لنقص إفراز الغدة الدرقية لهرمون السيروكسين بسبب قلة اليود في الطعام، لأن طبعا اليود بيلعب دور رئيسي في تكوين هذا الهرمون. عندي بعد كده رقم 2 لا يتفاعل النحاس مع حمض الهيدروكلوريك المخفف بينما يتفاعل الخرسين معه، هنقول له لأن النحاس أقل نشاط من الهيدروجين ويلي الهيدروجين في متسلسل التنشط الكيميائي فلا يحل محله، بينما الخرسين أكثر نشاط من الهيدروجين ويسبقه في متسلسل التنشط الكيميائي فيحل محله. عندي بعد كده رقم 3 يستخدم الريوستات في بعض الدوائر الكهربية، هنقول له للتحكم في حاجتين. الريوستات هي نفسها المقاومة المتغيرة، هتقول له للتحكم في شدة التيار المر في الدايرة وبالتالي التحكم في فرق الجهد بين أجزاء المختلفة. عندي بعد كده السؤال رقم جيم يجي يقول لي وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج فأر أسود اللون هجين مع أنثى سوداء اللون هجينة، يعني الاتنين هجين، الاتنين أسود هجين، علما بأن جين اللون الأسود بي كابتل يسود على جين اللون البني بيسمو. بص معايا كده نحل مسألة الوراثة دي ازاي، وطبعا اللي ما يعرفش يحل مسائل الوراثة انا عامل 4 حلقات على القناة، الصورة المصغرة بتاعتهم هتلاقي اسمها الخلاصة في قوانين مندل الوراثة. لو ذكرت ال4 حلقات دول كويس مش هيقابلك اي مسألة وراثة لو انت حللها بإذن الله. طيب تعالوا كده نحل المسألة دي مع بعض. هو بيقول لك ايه؟ ناتج تزاوج فأر اسود اللون، يبقى هنا عندي فأر اسود اللون هجين يتزاوج مع أنثى سوداء اللون برضو هجينة. أهو كله أنا باخده من المسألة، بلخص مسألتي. يلا نجيب له الآباء بيرانت، بس هو قال لي إيه؟ شرط عليه، قال لي الجين اللون الأسود استخدم بيه كابتل واللون البني بيه سمول، وقال لي إن اللون الأسود بيسود عن اللون البني. تمام، قال لي هنا الفار أسود والأنثى برضو سوداء. طب يلا كده، فعندك هنا فار أسود اللون هجيني، يبقى هنا بي كابتل طالما اسود صفة سائدة بي كابتل، وهجين يعني الجينين مش زي بعض مختلفين، يبقى هنا بي سمول هيتزاوج مع بي كابتل بي سمول. تمام. طيب عندك بعد كده جي اللي هي الامشاج، نعزل دول، يبقى هنا بي كابتل وهنا بي سمول، هنا نعزل دول برضو، هنا بي كابتل وهنا بي سمول. بعد كده نجيب اف 1 الاسرة الاولى 1 2 3 4 بالرقم دول كده، 1 مع 3 يبقى بي كابتل بي كابتل، 1 مع 4 يبقى بي كابتل بي سمول، 2 مع 3 يبقى بي كابتل بي سمول، 2 مع 4 يبقى بي سمول بي سمول، كابتل كابتل كابتل، يبقى هنا 3 اسود اللون هجين. ماشي. وهنا 1 بني، 1 بني، 1 ايه بني، يبقى 3 اسود الى 1 بني، 3 اسود الى 1 ايه بني. لو انا هقسمهم بقى تقسيم اوضح من كده كمان، في عندي 2 اسود هجين، 2 اسود هجين اللي هي نسبة 50%، وفي عندي 1 اسود نقي، وفي عندي 1 بني، وفي عندي 1 ايه بني، يعني هنا 25% اسود نقي، اسود نقي، وفي عندي 25% بني، وفي عندي 50% اسود هجين. تمام. طيب عندي بعد كده رقم 4 صوب ما تحته خط،
واحد ينتج مرض القزامة بسبب نقص إفراز هرمون الأنسولين في مرحلة الطفولة؟ طبعا لا، القزامة بينتج نتيجة نقص إفراز هرمون النمو. عندي بعد كده رقم 2، تنحل معظم كربونات الفلزات إلى الفلز وثاني أكسيد الكربون. لا، الكربونات بتنحل إلى أكسيد الفلز. عندي بعد كده رقم 3، تحل الفلزات محل أكسجين الماء وينتج هيدروكسيد الفلز. لا، الفلزات بتحل محل هيدروجين الماء مش أكسجين الماء. عندي بعد كده رقم 4، وحدة قياس القوة الدفعة الكهربائية للعمود الكهربائي هي الأمبير. لا، هي الفولت. عندي بعد كده رقم 5، صدى الحديد تفاعل كيميائي سريع. لا، التفاعل الكيميائي السريع عندك تفاعل الألعاب النارية، دي كانت تفاعلات سريعة جدا ودي بتتم في وقت قصير جدا. عندي بعد كده رقم ب، ما المقصود بكل من؟ واحد، متسلسلة النشاط الكيميائي، هنقول له هي متسلسلة ترتب فيها العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. عندي بعد كده رقم 2، الجينوم البشري هو الخريطة الوراثية التي توضح المجموعة الكاملة للجينات الموجودة بالكروموسومات البشرية. عندي بعد كده رقم 3، قوة الترابط النووي هي القوة المسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها والتغلب على قوة التنافر الموجودة بين البروتونات موجبة الشحنة ببعضها. عندي بعد كده رقم جيم، في الشكل المقابل يديني شكل زي ده كده، اذا كانت القوة الدفع الكهربية لكل عمود هي 2 فولت. عندي كام عمود؟ 1 2 3 4 5، 5 عواميد، كل عمود عامل 2 فولت. بيقول لي احسب القوة الدفع الكهربية اللي هي ق د ك بين الطرفين ا و ب، الطرف ا اهو والطرف ب اهو، يعني هو عايز كل الاعمدة دي. طب لو انا جيت ابص على الاعمدة دي يا مستر، الاقي في منهم متصل على التوازي وفي منهم متصل على التوالي، يبقى انا القانون اللي ينفع هنا عشان اجيب القوة الدفع الكهربية القانون اللي بيجمع بين الاتنين التوالي والتوازي، كان في عندي قانون تحفظه القوانين كويس، يبقى انا هقول له ق للبطارية بيساوي ق للأعمدة المتصلة على التوازي زائد ق للأعمدة المتصلة على التوالي. الأعمدة المتصلة على التوازي كام يا مستر؟ عندي الاتنين اهم متصلين على التوازي بيخرجوا بمقام واحد، هاخد منهم واحد يبقى 2 زائد قبلتنا ارميها زي ما هي. الأعمدة المتصلة على التوالي كام؟ ادي 1 وادي 2 وادي 3، يبقى هنا كان قفل لما بيبقوا متماثلين بيبقى نون في قفل العمود الواحد، نون اللي هي عدد الأعمدة 1 2 3، يبقى 3 في قفل العمود الواحد بكام؟ ب2، يبقى الاتنين في 3 بكام؟ ب6، يبقى هنا عددهم 6، أو تقول 2 و2 و2 يبقوا 6 على طول. طب بيساوي 2 و6 كام؟ 8 فولت. يبقى هنا البطارية كلها عاملة كام؟ قوة الدفع الكهربائية كلها بتاعت العواميد كلهم عاملة كام فولت؟ 8 فولت. يبقى هنا نقول له ق د ك بين الطرفين ألف وب عامل 8 فولت. رقم ب، وضح بالرسم كيفية توصيل هذه الأعمدة للحصول على أقل قوة دفع كهربائية. بص في الحتة دي، ساعات يجي يقول لك للحصول على أكبر قوة دفع أو أقل قوة دفع، في حالة إن قال لك أقل قوة دفع هنستخدم التوازي في الرسم، في حالة إن قال لك أكبر قوة دفع هتستخدم التوالي، يبقى ركز في الحتة دي عشان مهم. لو قال لك نحصل على أكبر قوة هتستخدم التوالي، قال لك نحصل على أقل قوة زي هنا كده قال لك هنستخدم التوازي. التوازي إزاي يا مستر؟ هنوصل دول 5 عواميد، هنوصلهم كلهم على التوازي. أهو أدي عمود، أدي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، اهو كلهم هيتوصلوا على التوازي اهو. تيجي هنا تجمع ده كده اهو، ليه؟ لان التوازي بقدر احصل منه على بطارية القوة الدفع الكهربية لها اقل ما يمكن اهي، كل دول هيخرجوا بطرف سالب وكل دول هيخرجوا بطرف موجب، سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب، 2 2 2 2 2 2، كل ده يخرج ب2 فولت اللي هي اقل حاجة خالص. ماشي، طيب ده كده طريقة توصيلهم لما نحصل على اقل ما يمكن، اما لو قال لي اكبر ما يمكن يبقى على التوالي. ماشي، طيب كده بيكون حل المحافظة بتاعتنا خلص. استنونا في حل محافظات تانية كتير ومراجعات تانية كتير. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.